في 2009 رحنا الفيوم مدرسة نموذجية، قابلت بنت اسمها دينا، فاكراها كويس قوي واتكلمت عنها في كذا انترفيو بعد كده، لانه العينين اللي شفتها ساعتها كانت عينين متشوقه ومتعطشه للعلم، وانها نفسها تكمل عالمها، وان نفسها اهلها يسمحوا لها انها تكمل عالمها، لان المدرسه كانت بعيده جدا عن البيت. انا فاكراكي كويس على فكره، يعني فاكره شكلك وفاكره عينيكي، عينيكي ما اتغيرتش خالص. وانا جيت لكم الفصل وقعدنا نتكلم، وقعدتي تقولي لي انا عايزه اكمل دراستي، فقولي لي بقى انت النهارده فين وبتعملي ايه؟ النهارده ثالثه جامعه اداب علم نفس بعد الفصل الواحد، بعدين كملت اعدادي ومن اعدادي الثانوي جبت ثانوي 92. انت اول حد في بيتكم خالص دخل جامعه، وعلى الاغلب في البلد. الحمد لله ان انت كمان الهمتي بنات تانيين كتير. يعني بغض النظر انا هعلمها تعمل ايه، لا اختلف في مستوى التعامل، في الشخصيه نفسها. بتفرق بغض النظر حتى لو هتخلص جامعة ومش هتشتغل، بس فرق مع ان انت بتطلع انسان واعي. انا سعيده جدا ان دينا فعلا كملت دراستها، وانها مش بس دخلت ثانوي كمان دخلت جامعه، وهي دلوقتي بتدرس في الجامعه سنه ثالثه، وهتتخرج السنه الجايه ان شاء الله علم نفس ادب علم نفس في جامعه الفيوم. يعني ما بعدتش عن اهلها. بمناسبه اليوم العالمي للمراه، لازم نتطرق لتعليم البنات خاصة في المناطق اللي ممكن تكون نائية أو بعيدة عن العواصم. البنات مش هينفع يبقوا عنصر فعال، عنصر عامل، عنصر عنده وعي وإدراك إلا لو اتعلموا. من غير تعليم، من غير وعي، من غير إدراك، مفيش مجتمع متكامل، مفيش مجتمع عادل، مفيش عدل ما بين الرجل والمرأة.